سنة ويمكن أكتر، الورشة فتحة وشغال، الشغل عالي. الله ينور، تسلم إيديكوا يا رجال. الحاج يونس متخصص في شغل من خشب الأشجار، أطباق، كراسي وأنترهات وقرم، لزوم شغل الجزار. طول النهار الخراطة تخرط وتقطع بالمنشار. شغل القرم بيكون يدوي عشان بتتعب في التقطيع، ودي صنعة محتاجة الفنان وعنده ذوق ملهم وبديل. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. شارع زحمه قوي بره وانتوا مكانكم جوه. خن كده هادي. دي المملكه اللي احنا بنعيش فيها. ايه الحلو في الخشب؟ كل حاجه فيه حلوه. ليه؟ قشرته حلوه. قشرته حلوه. يعني اتربينا عليه. لما تشوف جذعه كده تحس ان هو حلو يعني. طبعا اتربينا على الخشب دوت وكسبنا منه والحمد لله، وربينا عيالنا منه. وربيتوا عيالكم منه. يعني انت حاسس ان البني ادم اللي عنده صنعه معينه بيبقى بيربي علاقه بينه وبين الحاجه اللي بتاكله عيش، ما حبهاش وعاش معاها مش هينجح. مش هينجح. مش هينجح يعني. انت ولا يعرف ينتج منها. طبعا طبعا. انت ساكن فين يا عم؟ انا ساكن قريب هنا برضه. في قريب مش بعيد. لا. وانت جاي الصبح بتبقى مبسوط ان انت جاي المكان؟ لا ده انا جاي الصبح حاجه غريبه، انا ممكن اعد الشجر اللي في الشارع. تعد الشجر؟ اعد الشجر اللي في الشارع وابقى حافظه. يعني انت جاي يعني الصبح مبسوط ان انت جاي. في القلعه 4 شجرات وفي عين السيره 6، وهنا بعد الشجر وانا ماشي. انا عارف دي بعد قد ايه هتتقطع ودي بعد ايه هتتقطع. عينك عليهم لما يموتوا يا عم محمد. عيني عليهم؟ لا، ما بياخدوا وقتهم. صح، بياخدوا وقتهم. وانت لما بتيجي هنا اهوت العربيه بتنزل الشجر بقى هنا وانت تشونه في بالطريقه دي. بشونه انا اهو. الصنط والسرسوع واللبق مثلا. دي ده صنط. دي صنطة؟ تعرفها ازاي؟ اغمق مثلا يعني؟ لا، انا بعرفها زي عيالي بالظبط. هو نوع دي زي دي صح؟ دي زي دي. انا اتعلمتها. وده سرسوع. وزي دي؟ دي ايه؟ ده سرسوع. ده سرسوع. اللي قلبه بني ده. ايوه شبه صنط بس افتح شويه. ده احمر كده من جوه. لا ده تأثير الشمس عليه. بس عشان لكن ابيض من جوه. لكن هي بيض. المتواجدين. والسرسوع ملون كده لما بيتعملوا منه الطباق يطلع شكله بيطلع ملون كده. صح. والفيكس دوت برضو الكبير بتاعه نعمله قرم يعني. اي شجره؟ لا بس المتالي الموالح ما بتكبرش قوي. لا الموالح لا تفضى. والليمون والكلام ده كله نعملها جران. نعملها يعني ايه جران؟ الهول اللي بيدق فيه الثوم. الهول. اما الجرن ده هو الجرن. الجرن هو السرايا برضو. اسمه سرايا. على حسب الارياف اللي بتسميه، حسب كل بلد تسمي ايه. هون. والهون الخشب ده مش يفضل ريحته توم طول الوقت؟ لا، الست الشاطره هتغسله وتقلبه على وشه شويه، او تعمل التوم في النحاس وتبقى تعمل الفلفل والكلام. لا هنزعل منها طبعا. لا عايزها تشتغل خشب كله في الخشب. طب عم محمد تعالى بقى، اكيد عندك كرسيين خرزان كده. اكيد اكيد خرزان. معلش أكيد. بقى زي بعض تنورينا وتقعدي نفرشهم كده ونقعد عليهم ان شاء الله. تعالى يلا دلوقتي. الحته الجميله دي اللي كلها شجر دي، احنا بنسمي الكلام ده خشب شجر. مع ان كل خشب الدنيا خشب شجر. لكن شجر. احنا لما بنقول في مصر هنا خشب شجر قصدنا اني انواع؟ بنتكلم على الشجر اللي مزروع هنا اللي هو ما اتبخرش. ما اتبخرش. اللي بيجي من بره متبخر. خشب الموبيليا بيتبخر. بيتبخر. لكن هنا اهو ده الخشب البلدي ما بيتبخرش. اللي هو انواعه اللي هو انواعه بقى الفيكس والكافور والجزورينا. ده بتاع زمان اللي بيبقى عالترع ده، الكافور والجزورين. طب والفواكه الجوافه اسمع. وفي الجوافه بتشتغل برضه هي والبرتقال والليمون. والليمون. بس ما يبقاش ريحتهم حاجه من الحاجات دي ولا ما؟ لا الليمون اللي ليه ريحه. ليه ريحه صح. وفي السبيانس، وفي حاليا بقى دلوقتي الصنط، وفي السرسوع واللبخ. السرسوع ده اللي هو شكل اللي ملون. بيعيش ملون. ايوه عارفه. شبه اللي بيعيش في المطر والكلام ده بيستعملوه. عارف الخشب اللي بيجي من شرق اسيا اللي بيستحمل المطر؟ سرسوع. هو زي السرسوع. زي السرسوع والصلب. طب الاخشاب دي بتجيبوها منين؟ ليكوا تجار بيجيبوها لكم مخصوص؟ لينا تجار في المنيا وبني سويف، لينا تجار في الاقصر. وانتوا بقى تجار برضه من الغربيه ومن الشرقيه ومن المحله. بس انتوا اقدم ناس هنا يعني. احنا اقدم. اسمكم ايه؟ ورشه الحاج حسن يونس. حسن يونس والدي. دي اكبر ورشه خشب في المنطقه. في المنطقه. صح في المنطقه. طيب وانتوا الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاهم اللي بيجيبوا لكم الخشب دول برضو قدام زيكم كده اللي بتتعاملوا معاهم بقالهم كتير؟ برضو بنتعامل مع ناس بقالها كتير، وناس النت دلوقتي وفرتها على النت.
الناس النت دلوقتي وفر ناس كتير بيع كل اللي عنده شجره بيعرض على البيع. طب دلوقتي تحكي لي كده بيحصل ايه في الخشب ده من ساعه ما الخشب ده بيجي لنا لحد ما بيبقى المنتجات المختلفه؟ ان العربيه الخشب بتيجي بنتفق عليها وعلى سعرها وكل حاجه، بنبدا ننزلها في المخزن. انتوا بتشتروا بالشقله كده بالعربيه بغض بالطن. النظر بقى بالطن. احنا ولا صيدنا في الشجره بالظبط بتطلع لك بقى ولا بتقسم التخين لوحده والرفيع؟ احنا بنقسم هنا التخين لوحده والرفيع بعد ما تشتري. بعد ما نشتري يعني بناخد المواصفات وبنشتري. الدوشم الكبيره دي، الدوشم الكبيره دي بنعملها قرم، قرم جزار. دي بتبقى قرمه الجزار. قرمه الجزار وفي حاجات رفيعه بقى بنعملها اطباق وسلاطين اللي شفناهم في السوق دول اللي موجودين في السوق. وايه كمان طباق ومنتجات ايه تاني؟ بنعمل اللطقم بتاعت الشماسي، بنعمل الترابيزات، ترابيزات الجناين، وفي الدكك ام ظهر ودكك من غير ظهر. طيب فرق ايه بين زباينك دلوقتي وزباينك زمان؟ مين كان بيجي لك زمان ومين نوع الزبون اللي بيجي لك دلوقتي؟ يعني زمان كان بيجي لنا اللي بيعملوا جت فتره اللي هي الترابيزات والكراسي بتاعت اللوكاندات مثلا؟ بتاعت اللوكاندات والفنادق والقرى السياحية. دي كنا شغالين عليها فترة طويلة. دول ما بقوش بيجوا خلاص؟ لا دي وقفت علشان دلوقتي تلاقي فيه الخفيف في قوي اللي في البلاستيكات بقى طلعت والحاجات دي بلاستيك والمعدن الخفيف. لكن الأول كان الحاجات كثيرة معمولة من كده. النوادي بنودي الشماسي خراط بقى يخرط تروح راس الشمسيه، الراس ونبعتها بره تتعمل شمسيه تتكسي وتروح تعملوها بقى في الخياميه. عند الخياميه بناخد القماش كده الدك وكده وتعملوها ناخد القماش من هناك. هو غالي الحاجات دي؟ يعني مثلا قرمه الجزار دي تكلف قد ايه مثلا؟ يعني قرمه من 300 جنيه وانت طالع كده. ونوع الخشب كمان بيفرق معاه. ايه بقى؟ ان احنا بنعمل له القرمه صنط صنط، ما تطلعش انشاره. دي اجمد حاجه. ما يطلعش انشاره معاه، ما تفتتش. ما تفتتش. لا. طب ايه ارخص شجره وايه اقيم شجره؟ ايه ارخص واحده اللي هي ارخص؟ الجزورين والكافور. ارخص حاجه الكافور. ارخص موجودين كتير وبس مش ما بيكبروش. لا في بيكبر. في بيكبر. الكافور ممكن يكبر متر ومتر ويه. لكن بيفتت. هو الاستعمال لو بيستعمل كويس يشتغل. طب انت ما بتبخروش خالص؟ يعني ما بيتركن؟ لا ما عندناش مباخر والله. ولا يتركن في الشمس ينشف؟ لا احنا بننشف. بتنشف؟ بننشف. بننشف السلاطين والاطباق لما بنقطعها من السرسوع. يعني بعد ما تتقطع يتقطع ويقعد فتره عشان ينزل الميه اللي فيه. لكن الشجر طول ما واقع كده بقشرته ما بينزلش ميه، بيحتفظ بميته. يعني تقشره وتركنه؟ نقشره. نقطعه المقاسات اللي احنا عاوزينها، مقاسات سلاطين، مقاسات اطباق. هو بيتخرط بيتقطع من حته واحده مش كده يا محمد؟ يعني الطبق ما بيتجمعش. لا لا حته واحده. حته واحده ويتعمل منها. نقعده بقى فتره قبل ما ينشف وبعدين نخرط فيه. ما شفتش يا محمد اللي بيعملوا ديكورات دلوقتي بيقطعوا زي القرمه الرفيعه دي بس رفيعه ويعملوا بيها كده؟ بنقطع عندنا احنا الحاجات دي كلها. حلوه. احنا لغايه التقطيع والصنفره وندي المهندسين بقى وال يشتغلوا هم يعملوا بقى الديكورات اللي على راحتهم. يعني انا في حدود شغلي وبكمل مع حد تاني، يعني اللي هي انا ترسب في المجموعه كلها، بشتغل في حاجه وغيري بيكمل. طب عايزين بقى غيرك يكمل. عايزك تاخدني بقى يا محمد وتوريني الصنايعي بيعمل ايه في الخشب. ان شاء الله. يلا اتفضلي معايا. الشجر انواع والخشب كمان، هتلاقي منه الزان والمسكي والقرو والبلوط، وسبحان الله كل الانواع دي بتتحول لحاجات عمرها ما كانت تخطر في بالك على ايد صنايعي شاطر بيعمل منها كاسات او اطباق وسلاطين للاكل، وحتى الاباقيب اللي في كل الجوامع معموله من الخشب ده. هو الورش بيمر الخشب بمراحل كتير، من اول ما بيجي مجرد قطع شجر يتخزن ويتشكل على حسب مقاسه، وبيتقطع بعدها بالمنشار ويتخرط على المخرطة، ولما يوصل لمرحلته الأخيرة يتصنفر علشان يبقى ناعم، وبقدرة قادر تلاقيه في إيدك قطعة فنية كانت في الأساس أشجار مختلفة أصلها ثابت وفرعها في السماء. عم سيد مبدئيا المكنة دي اسمها إيه؟ ده منشار. المنشار. قالوا لي إن أنت عمود الورشة. طبعا. ليه؟ عشان انا اللي بطلع الشغل كله. ازاي بقى؟ اشرح لي. يعني الشيء ده بيعمل ايه؟ بيجي لك دي بتطلع قرمه. ماشي. كانت الخشبه بتطلع قرمه بفصلها على مزاجي انا. ايوه. عايزه قرن، عايزه يد قرن، عايزه سلاطين،
قرم بق كده. حسب يعني انت دلوقتي مثلا الشجرة. انت دلوقتي هتبقى عارف انت هتسلم ايه طبعا. ولا بتنظف بس؟ لا انا عارف انا بعمل ايه. عارف انت بتعمل ايه يعني مثلا حته الخشب دي جات لك كده ولا انت قصيتها؟ ده كله طالع منها؟ لا ده طالع من فضل. ده طالع من فضل الشجر. من فضل حاجه زي كده من زي الاطباق. يا ممكن معلش تجيب حته زي دي من الكبيره دي بس اي حاجه يعني مثلا هي تجي لك بالشكل ده؟ لا هي بتيجي قرمه زي كده. قصدك اللي دي. عليها بقى كل ده انا بطلعه قشره الشجر طبعا. وانت بقى تشيل تطلعها مدوره كده. مدوره كده يعني الشيء ده هيبقى ايه مثلا؟ ده سلطانيه. بعد ما انت تجهزها سلطانيه تروح على المخرطه. تروح بقى عند المخرطه. احنا دلوقتي في المرحله الاولى. ده مثلا ده ينفع ايه مثلا؟ ده وباب. ده هيبقى وباب. اشمعنى بقى الحته دي اللي بتنقوها وباب والحته دي اللي بتبقى ان ده فيكس ما ينفعش عشان التصمير. ما فيهوش عصب يعني. بالظبط كده عشان المسمار. لكن في اللي هو الصرصوع واللبخ ده بيتعمل اطباق ما ينفعش فيه مسمار. ما يدقش في مسمار. ده ينفع يدق في مسمار بيساع المسمار. تاني ماسك نفسه مسامه وقافله. صح كده؟ طيب بيسموك الاسطوره ليه يا عم سيد؟ لا مش ده إيه؟ عشان انا الاسطوره بتاعت الشغل. انت الاسطوره بتاعت الشغل بتطلع انت الحاجات كلها. طب انا هلبس نظارتي عشان انت بتطلع رايش كتير من البتاع ده. وريني بقى بتشغل مكانتك دي ازاي. انت ما بتلبسش نظاره ليه يا عم سيد؟ احنا واخدين على كده. ماشي. ده وباب. ده الوباب. ده ما شاء الله 47. لا في فرمة. انت معاك فرمة. نشتغل عليها. وريني. وريني هتنضفه ازاي بقى. لا ده انت اسطوره بجد يا عم سيد. مش خايف من السلاح ده يا عم سيد؟ واخدين على حضرتك على كده. شغلتنا. ايه يا عم سيد ده؟ بس. ايه في المنشار؟ طب انت عملت الاوباب ده طلع من حته رفيعه جدا وانت اسطوره وبتاع مفيش يعني متعافي على الاوباب ده مفيش حاجه كده في دشمه محترمه كده؟ طب وري. تعالى خميس. يا خبر ابيض مش قوي كده. هتشتغلوا على دي؟ طيب ادور؟ دور يلا. البسي النضاره. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سودا من جوه يا عم سيد اشمعنى؟ هو ده حاجه بقى بتاعت ربنا. ده لونه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا بالكم. دي تطلع ايه بقى يا عم سيد؟ دي بتطلع طبق. كل دي تطلع طبق؟ لا اتنين. طبق ايه؟ ماشي. نعم. كل حته لونه وشكل يا عم سيد. ها؟ حاجه ربانيه بتاعت ربنا. دي كده مرحلة. لا ده انا بعد كده لو شفت طبق خشب هبص له باحترام جديد. اكيد طبعا. سلم ايدك والله العظيم وحياة ربنا يا عم سيد. ده بقى دي مرحلة يروح على المرحلة الثانية. طب اطفي ده بقى. ازيك يا عم عادل؟ الله يسلمك يا استاذ. عم سيد قال لي ان هو بيقطع هنا يسلمك هنا. طبعا. صح؟ دي كانت خلصانه يا عم عادل. ماشي. واحده من الاول خالص. ماشي. هشوف انت بتعمل ازاي. ماشي. هقوم هتعفرني. زي ما انت كده يا عم. ولا عادي؟ ايوه. ماشي. ممكن بقى تقوم من المكان. هقوم طبعا. ده بيرسم لي الشكل وبعد كده بنعم بس. طب بسمتك بقى انت مش لابس نظاره ليه؟ مش متعود عليه. أنا غلطان. واخدين على كده. تقعد وقت قد إيه بقى يا عم؟ تقعد وقت قد إيه يا عم عادل تعمل كده؟ ما بتاخدش وقت كتير. طب يا عم عادل خلاص بقى بطل؟ بتخش مرحلة صنفرة الأول بره. تشطيب بره، بعد كده تركب على ظرف. في بقى واحد يمسكها بعدك؟ وبعد كده بتخش على ظرف تاني تتصنفر وتتشطب وانكتحت الدهان بتخش دهان. الدهان ده إيه يا عم؟ سيلقرة. سيلقرة.
يحافظ على ال بيقفل المسانه بتاع الخشب بس. يقفل المسانه. طب وان سبتها مش مدهونه يجرى؟ عادي ما يجرالهاش حد. بالزيت كانوا بيقولوا لي في الاقصر ادهنوها زيت. ده بيدوها واحنا برضو اما بتبقى حتى مدهونه بنقول له اديها زيت عشان كل تغسله بالزيت بس يحافظ على الخشب ولونه حتى يحلو كده بالقلم يلمع اللون بس. انت تعرف تطلع كام سلطانيه من دول في اليوم يا عم؟ يعني ممكن 50 متشطبين مثلا. 50 متشطبين ما شاء الله الله اكبر. انت عندك ولاد يا عم؟ اه عندي غرام عروسه. غرام عروسه؟ اسمها غرام؟ لا ده انت جميل جدا 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 يعني. يا رب كده تتجوز وتتهنى ويبقى كله. عندك عيال تانيين ولا عندك غرام بس؟ لا غرام بس. ربنا يخليها لك يا عم عادل. ربنا يخليها لك. كل سنه وانت طيب يا عم عادل. انت طيب يا باشا. الله يسلمك. الله يسلمك. ازيك يا عم محمد؟ الحمد لله. انا لسه كنت بقول لعم عادل دلوقتي انا بعد كده لما اشوف سلطانيه خشب هبص لها باحترام مختلف. طبعا طبعا دي طبعا. الناس تعبوا جدا على بال ما حصلنا على السلطانيه دي. الحمد لله اللي ربنا ادانا الصحه ان احنا نعمل منتج زي ده. صحيح. ادانا الشجر وادانا الصحه وادانا الكهرباء وادانا معرفه ناس جميله زي الله دي. يخليك الله يخليك. احنا عندنا دايما يا عم محمد الابطال اللي في الحلقات بتاعت حكاوي القهاوي زميلتنا ساره بترسم لهم صوره ونسيبها لهم عشان يفتكرونا زي ما احنا ايه هنفتكر ان شاء الله. تعالي يا ساره ادينا صوره. هو فنانه جامده. ايوه ساره. صح فنانه جامده ساره. رسمه صوره اللهم صل على النبي. جميله جدا. حلوه صح؟ حلوه جدا والله. فشر كمال الشناوي. طبعا حلو جدا جدا. الله يبارك لك. حتى الشجر لو ساب ارضه بيسيب وراه في الارض اساس. ما هو الشجر في روح برضه وليه مشاعر زي الناس. كل الشجر بيموت واقف وعنده أصل وعزة نفس. حتى الجماد اللي اسمه جماد بيجي وقت عليه ويحس. تهتم بيه يكبر ويعيش ويبقى ليك ظل وسترة. واللي النهاردة زرعته انت غيرك هيفرح بيه بكرة.